عشان نطمن على منتخبنا واخر ترتيباته واستعداداته. معانا مدرب منتخب مصر كابتن محمود فايز. كابتن محمود مساء الفل عليك، والف الف مبروك على طبعا جوائز منتخب مصر المتعدده في حفل الكاف، سواء مستر كوبر او منتخب مصر او محمد صلاح. الف مبروك ليك. مساء الخير يا ابراهيم، الف مبروك لمصر كلها، ودايما انت كده متالق، والحمد لله طبعا على الانجاز الكبير والليلة السعيدة اللي احنا قضيناها طبعا اول امبارح. الحمد لله. الحمد لله يا رب. عايزين نطمن منك يا كابتن محمود على استعدادات منتخب مصر وترتيبات المعسكر بإذن الله. وان شاء الله بإذن الله مستر ايهاب الهيطل، باشمهندس ايهاب الهيطل، هيسافر ان شاء الله خلال خلاص اسبوع. اللي وقفوا ورا الجائزة دي ما كنتش هقدر اكسبها من غيرهم، ان كان مجموعة اللاعبين او الجهاز الفني او الاداري او الطبي، في ناس كثيره جدا ورا الانجاز ده، ما يذكرش اسمهم يعني. تمام. هو دايما بيتكلم باسم المجموعه، فطبعا كان سعيد جدا وكان مبسوط جدا، كان مبسوط جدا ان صلاح ان هو شاف، بيقول لك دايما ابني الصغير شايف ان هو قدر هو ياخد الجائزه وشايفه قصاد عينه وهو بياخدها. المنتخب ككله وكل فرحه الشعب المصري ان انا هدي لهم دايما الجائزه مهمه زي دي، اعتقد هو انجاز كبير ان هو 3 جوائز من اصل حوالي 6 جوائز منهم كره نسائيه، فاعتقد ده انجاز كبير جدا. صحيح. الكره المصريه، هو كان سعيد جدا جدا، رد فعله كان طبعا سعاده بالغه، حتى وقال لك انا اقدر كده استحمل العوده تاني للارجنتين، مسافه طبعا كبيره جدا، وقت ترانزيت كبير جدا، قال خلاص كده اقدر استحمله بشكل افضل يعني، دلوقتي خلاص هيعدي عليه بشكل اسهل يعني. الحمد لله طبعا. الحمد لله يا رب. كابتن محمود، عايزين نعرف رايك في عوده او في انتقال عماد متعب للسعوديه، ولعيبه كتير انتقلت للسعوديه سواء مؤمن زكريا، احمد الشيخ، ده بيفتح الباب قدام لعيبه تانية وجوه مختلفه تكون موجوده مع منتخب مصر في روسيا. طبعا هو اولا ما نقدرش ننكر ان الدوري السعودي دلوقتي قوه الدوري السعودي، وطبعا والعامل الاهم اللي فيه دلوقتي هو طبعا وجود الجماهير، احنا بنفتقدها يعني للاسف. اللاعب المصري حتى لينا احنا كمدربين او كجهاز فني او ناس تحس بالكوره، الموضوع مختلف خالص بوجود الجماهير. فبقى دلوقتي الدوريات الاخرى زي الدوري السعودي او الدوري الاماراتي بقى يعني بيحاولوا ان هم دايما يستقطبوا اللعيبه بتاعتنا، واللعيب نفسه بتاعنا بيحب طبعا يعني. تخيل انت ممثل طالع او حضرتك قاعد دلوقتي بتقدم البرنامج ومفيش حد بيتفرج عليك، الموضوع تقيل شويه على اللعيب. اعتقد لا، الدوري السعودي تطور بشكل كبير جدا، في مدربين على مستوى عالي جدا حاليا عندهم، حتى على راس الجهاز الفني السعودي المنتخب السعودي مدرب ارجنتيني برضه مدرب ممتاز، عندهم لعيبه طبعا على مستوى عالي جدا، فاعتقد هتبقى نقله كويسه جدا لكابتن عماد متعب، هيبقى عنده فرصه اكبر ان هو يلعب ويظهر نفسه بشكل افضل، واعتقد الباب هيبقى مفتوح للناس كلها، احنا دايما هنختار الانسب لينا ان شاء الله في المرحله اللي جايه. واعتقد خطوه طبعا مهمه جدا لكابتن عماد، طبعا انا اتمنى ان شاء الله ان هو يرجع مستوى تاني وهيبقى اضافه لينا طبعا، وان شاء الله الباب مفتوح للناس كلها، واي حد اللي هيفيد المنتخب هيبقى موجود ان شاء الله باذن الله. اخيرا، بتسمعوا زي حالتنا كده الاخبار اللي بتقول ان محمد صلاح قريب من ريال مدريد، قريب من فرق اخرى غير ليفربول، اتكلمتوا معاه في العروض دي او في الاخبار دي؟ والله هو فعلا احنا في خلال مثلا القرعه، حضرتك عارف مستر كوبر طبعا يعني معظم المدربين او اللعيبه او اللي كانوا موجودين يعرفوه بشكل شخصي بشكل كبير جدا، وحتى اتكلم مع اكتر من حد فيهم واتكلموا عن ريال مدريد واتكلموا عن قربه وعن ريال مدريد، واكتر من حد اكد لنا فعلا اهتمام نادي كبير زي نادي ريال مدريد لمحمد صلاح، وهو دايما بيتكلم عليه، وقال طبعا محمد صلاح اعتقد يستحقه كمان، وهتكون اضافه قويه جدا لفريق ريال مدريد يعني، نتمنى له ان شاء الله التوفيق، ان كان في ريال مدريد الخطوه دي اللي هياخدها، او لو كمل في ليفربول برضه نادي كبير جدا، ونتمنى ان شاء الله ان هو يقدم افضل ما عنده باذن الله، كان هنا في ليفربول او في ريال مدريد يعني ان شاء الله. احنا سمعنا ان على هامش يعني مؤتمر دبي الرياضي كان في كلام ما بين دييجو سيميوني مدير فني طبعا اتلتيكو مدريد ومستر هكتور كوبر على محمد صلاح، ده فعلا حصل؟ طبعا اتكلمنا عن محمد صلاح، اتكلمنا عن الجماهير الاهلي وجماهير مصر وعن الاستاد وجوده اللعيب المصري، اتكلمنا عن حاجات كتير، هو نفسه كان بيقول لك الموضوع شيق جدا بالنسبه لي ان اروح العب في استاد وقصاد العدد المهول ده من الجماهير، فكان هو كان معجب جدا من التجربه، واتكلم طبعا عن محمد صلاح ويقول يعتبر دلوقتي هو، حتى احنا بالنسبه لنا بيننا وبين بعض، حتى لما بنتكلم محمد صلاح اوكي احسن لعيب في افريقيا، لكن احنا طموحنا او شايفينه في مكانه ثانيه خالص ان شاء الله، كلاس ايه دلوقتي من اللعيبه يعني، هو انا اعتقد بالنسبه لنا من احسن 10 لعيبه في العالم يعني، هو دلوقتي داخل في مرحله ثانيه خالص، خلاص بنتكلم في بالون دور وبقى بنتكلم في قصص ثانيه، يبقى مع نيمار وميسي وان شاء الله باذن الله، وده فعلا هو هيقدر، وهو ده طموحه واحنا كلنا واثقين فيه يعني، الحمد لله يعني ايه اللي هو
بقت خلاص بقت الثواب او المكافاه الاخيره اللي هو بتاكد فعلا على ان احنا كنا ماشيين في الطريق الصح وان احنا قدرنا الحمد لله نرجع جزء من جيب الكره المصريه. نتمنى ان شاء الله احنا نكمل في نجاحات بتاعتنا باذن الله موفقين دايما يا كابتن محمود، وان شاء الله مستنين اداء ونتائج ان شاء الله مبهره على قدر ثقتنا فيكم باذن الله في كاس العالم. كل الشكر لكابتن محمود فايز مدرب منتخب مصر على كل هذه الايضاحات الخاصه بمنتخبنا الوطني وجهازنا الفني لمنتخب مصر.